وفي العيد بالذات بلاد كامله شارج كبير على الاخر وزيد الدنيا سخنه توا، حط انت الناس الكل تحل الفرد وقت الماء. هذا يسبب متاعب كبيره للعائلات. بالطبيعه فما ناس تقعد بالاربع ايام وبالخمس ايام. قضاير هذايا اش باش يعمل العبد؟ يطير في السماء ولا يعبي الماء من البحر؟ الله غالب. الله وصحة الابدان والله ورضاية الوالدين. الفايده في عبد يبدا متهني واموره راكحه وهانيه وصحته لاباس، ويا ربي ولك الحمد والحمد لله زاد على بلادنا فيها الوضع هذايا انا ستابل وامن والدنيا راكحه، ويا ربي ولك الحمد وربي ان شاء الله عيد مبروك على المسلمين وعلى الامه الاسلاميه وعلى الشعب التونسي. خويا الغالي عيد مبروك. كل عام وانت بخير خويا عايشك. نحكيو على اجواء العيد لكن من زاويه انه في العيد فما برشا قصان تاع ماء، المواطن يتذمر برشا، شو نجم نقولوا له؟ والله هو بالنسبه للماء توا السنين اللي تعدات ثلاثه واربع سنين ولا حتى اكثر فما جفاف، معناها ربي يرحمنا في الموسم هذايا. الحمد لله لا محاله، وفي العيد بالذات بلاد كامله شارج كبير على الاخر وزيد الدنيا سخنه توا، حط انت الناس الكل تحل فرد وقت الماء. وانت والمنطقه، فما منطقه فيها كثافه سكانيه احياء شعبيه كبيره، انت والبلاصه كما قلت لك سي نورمال باش يقص الماء. هذا يسبب متاعب كبيره للعائلات. بالطبيعه فما ناس تقعد بالاربع ايام وبالخمس ايام. انا واحد من الناس صارت عليا الحكايه هذيا، مي عبد يزمو اول حاجه يحضر روحه على مياتي، وثاني حاجه قضاير هذيا اش باش يعمل العبد؟ يطير في السماء ولا يعبي الماء من البحر؟ الله غالب. هذا الوضع وهذايا، وحتى من البنيه التحتيه نتاع الماء ونتاع الواحد زاده فيها تهر او فيها حسبه كبيره ياسر، وكل شيء يلزمه يتصلح ويلزمه يتعاود من جديد، وهذيا قصه اخرى. العيد جاء في تقريبا في اول الصيف، دونك فما بودجي كبيره باش تمشي للعيد، اون كونتر بارتي تولي الميزانيه المخصصه للخلاعة احنا نقولوا يظلم باش تكون منعدمه، ما تكونش موجوده، شنو نجم نقولوا؟ والله يا كاكا انت والعبد كيفاش يسطر معناها على حياته وعلى الميزانيه الشهريه نتاعه وعلى عائلته، وكل واحد كيف، فما ناس ما يهموش يقول لك احييني اليوم وقتلني غدو. نعيد ونتفتق وندور ونشيخ ومن بعد يعمل ربي دلي. وفما ناس يتسلف منا ويحط منا وشاشيت هذا على راس هذا وطلحق هذه تسلك هذه وهكاك، وهي الناس عايشه هكاك راهو بصراحه. والله انا كايها الناس انا يمكن اقل من الطبقه الوسطى، مي الحمد لله واحد ديما يقول الحمد لله في الحالات الكل. الله وصحه الابدان والله ورضايه الوالدين. الفايده في عبد يبدا متهني واموره راكحه وهانيه وصحته لاباس، وذاك هو باش نقول لك الحمد لله على كل شيء. وكهو راهي ماهيش الدنيا الحم وعلالش ودوران وتحويس، الدنيا تبدا بالك مرتاح وصحتك لاباس، ويا ربي ولك الحمد والحمد لله زاد على بلادنا فيها الوضع هذايا انا ستابل وامن والدنيا راكحه، ويا ربي ولك الحمد وربي ان شاء الله عيد مبروك على المسلمين وعلى الامه الاسلاميه وعلى الشعب التونسي وعلى الناس الاكرام والناس الطيبه والناس الملاح.